الخير. صباح الخير، كيفك؟ كيفك انت؟ ليه دايما هدول الثياب بدك تروحي؟ ليش شبهو؟ لانهم حلوين بس عم بصير لك شيء مريح. ليش نحن لوين رايحين؟ انت طلعي غيري ثيابك وبس تنزلي بالله. يلا يا بنات، بدينا من اول اوامر. لا تطولي. المهم هلا انت فهمتي علي، هذا قرار متسرع ومبني على ردة فعل مؤقتة وانفعالية، وانا مالي معاكي بالقرار منوب. مو المهم يكون في حدا معي بهذا القرار، المهم انا اكون بحالي. كثير حلوة الثقة بالنفس، بس مو بالقرارات الغلط، واهم شيء ما يكون من ضمن قراراتك الفاشلة انك ما تروحي اليوم على مباركة سالي. فارح ومالي نفس. بصراحة وانا كمان مالي نفس، وعندي شغل لفوق راسي، بس انت تحديدا لازم تروحي. ليش بقى؟ لاني سمعت ببرجك اليوم انه رح يصير معك حدث يقلب لك كل مسار حياتك. مباركة سالي رح يصير فيها هي الحدث تحديدا؟ ليش ما بعرف؟ ما بصير هذا. ممكن كثير، شو بعرفي؟ طيب يلا اشتغل. هيك احسن؟ هلا صار فينا نروح على المشوار. والله ما بعرف وين رايحين، رايحين بصير على الشغل يعني؟ شكرا. شكرا.